تطورات كبيرة تشهدها الساحة اليمنية في الساعات الأخيرة. قوة الرئيس المخلوع صالح تسيطر على مناطق عسكرية وحيوية، أبرزها مبنى التلفزيون ومطار صنعاء والبنك المركزي ومواقع عدة. انتهت بسيطرة صالح على عدة مدن حيوية واعتقال العشرات من الحوثيين، بين تهديدات الحوثي لصالح ووساطة قطرية فاشلة لدعم الميليشيات. انتفضوا لثورتكم وانتفضوا لوحدتكم. خلال الفترة الانتقالية يحضر الشعب اليمني نفسه لاختيار قيادة جديدة، وسنفتح معهم صفحة جديدة للتعامل معهم بحكم الجوار، سنتعامل معهم بشكل إيجابي. دعوة لاقت ترحيبها لدى دول التحالف وثقتها في عودة أنصار صالح لمحيطه العربي.